كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتر تاقي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس رقم 25 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة إثماثاً مازال أكذ الكتاب الأول تحت عنوان في الكتاب ومباحث الأقوال يعني ذا اسمه يكون اسم كثير جمع الجوامع اسمي كفاك المقدمات النية إلى آخره نفذ ثورة ذي الكتاب الأول في الكتاب يعني في القرآن الكريم الكتاب ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المباحث هي مباحث لغوية ولكنها مهمة في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية كنت نسمي كثير مرات علم الأصول علم الأصول أصول الفقه ذا شو المعنى هو العلم بالقواعد الأصولية قواعد التي يستعان بها يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ذا شو الوسائل رغي السوضا باش نروح لقرآن غير السنة نجفذ الأحكام الشرعية إلى اللغة تجي كلها مباحث لغوية ومباحث مهمة جدا السيد المجلس 25 إبدا المصنف رحمه الله ند مسألة الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا الاشتقاق عرفتي في كالتعريف رد لفظ إلى آخر ذي تعرف في اللغة العربية يلوم يقارن الاشتقاق إلا ومقارن النحت مثلا ذي الاشتقاق مراد نظى علم جي مصدر الفعل يستدين ذا عالم اسم فعل ذا عالم على وزن فاعل عالم علم عالم عالم عليم علامة سيم بولة سفر اشتقاقات علم علم عالم عليم علامة ذا شو خلما ثورة ذا الاشتقاق تقول الاشتقاق هذا نظ نطق مصدر نطق ينتقد ناطق اسم فاعل إلى آخره ثلاثة قيل اشتقاق ثلاثة رد لفظ إلى آخر ولو مجازا ولكن دي الاشتقاق إلو مقال الاشتقاق الصغير إلو مقال الاشتقاق الكبير الاشتقاق الصغير ذا شوف يكون توافق في المعنى وفي الحروف الأصلية وفي الترتيب ثلاثة مراد نظى علم العين اللام الميم الفعل نظى عالمة كيف العين اللام الميم مراد نظى عالم عليم إلى المعنى ذيون المعنى ذيون الحروف إقلاندا غسلت لي زيادة ولكن ترتيبي لا
مما ردين عالم نهار عالمة عالمة العين اللام الميم ما ردين عالم يرند كالالف ولكن ترتيب ذيون نطق نطق ناطق شرب شرب شارب ولكن اللوم يقارن الاشتقاق الكبير اشتقاق الكبير الحروف اللانت الحروف موجودة ولكن مثلا لدينا رجب الراء الجيم الباء رجب ولكن دو ضيون الفعل وايض دينا مثلا جبر الجبر المقابل الهندسة الجبر والهندسة جبر ولكن ترتيب ولا شيث الحروف لا أنت الراء جب الراء الجيم الباء ميم الجبر لاني ثلاثة ذا شو يزوار الجيم ذي راجب يزوار الراء ذي الجبر يزوار الجيم ذي راجب يثلماس ذي الجيم ولكن ذي الجبر ذي الحرف مزواره هكذا راجب والباء ذي راجب ذنقارو ذي جبر ذا الماس ثقي قانص الاشتقاق الكبير ذي اللغة بلا مكشمة ذي التفاصيل كوني مرنوال الكتابين مثلا أدمض كتاب سيبويه ذي تعرف قطب بول طبعا زبادية وكل شيء لقى أطاس حوالي 20 متر تكتابين يحوج غسك حوالي 20 متر يعني سيثير ماذا ذاك يثمسل بوسة يثمسل بوسة حوالي 20 متر دني غير مجلد مجلد صافي لا متر ذا شو هو هذا كان ماذا سيبوي هاكي كان هو كذا حدد نتاع عرفت سيبوي في كتاب قد والغصنت إن شاء الله تعالى إلا ذا غويض اسمس ابن جني ذي اسمس ذا واليس ابن جني صاحب الخصائص ذي اللغة العربية ذا غي زمد والورس إن شاء الله لان كتب مهمة سنشير إليها إن شاء الله بعدها يلا اليوم يقارن النحت طبعا ما ذي الاشتقاق ذي تعرف شو الفايدة ينس السوساع ذي تعرف واحد لأن المعاني أكثر من الألفاظ بمعنى آخر المعاني أكثر من القوالب فلو كني ما درست قبيليث المعاني قلنا طاس قلنا ميم سلاين قليليث بارابور غالمعاني إذا كنت تفتري ونذهنا أشيني يعجز اللسان عن البيان وري الزميرة دي سفغة وكشوين لان وري الزميرة لا أثي دي سفغ أليس كذلك لأمر مهم لأن المعاني أكثر من المباني أكثر من الألفاظ وأكثر من القوالب أش نشوفو مليح إنه مقارن النحت دي اللغة العربية هذا شو اللي ميسن نحت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما سنض الفلاني إما سنض قرأ بسم الله الرحمن الرحيم نغادي نقرأ البس ملا البس ملا يخص المولاي البس ملاتو ما ردي نضل البس ملاتو شو المع ينبولا وقي قانس النحت ذي اللغة العربية البس ملاتو معناها قولك بسم الله الرحمن الرحيم إلا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة ما دين ذا الحوقلة المعنى يس قولك لا حول ولا قوة إلا بالله حال هذه الآذان نتبع المؤذن أكن دين أذنيني إيميد يبض حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح كما ورد في الصحاح أيوة وبعدين دينني لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة قولنا
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نفهم شو المعنى يسن الاشتقاق. المعنى يس أكن دين المصنف الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا. أدي السفق والاشتقاق من مقاصده إثراء اللغة العربية، زيد الاستجابة لكل للمعاني المتجددة. أتصل المعاني دي تفغن إمسلين قليل بارابور المعاني، لذلك ضرورة الاشتقاق إلى قد الاشتقاق تعرف. لذلك المصنف جزاه الله خيرا في هذا الكتاب الأول، يعني في الكتاب ومباحث الأقوال يبهد الكتاب الأول اللي هو الكتاب باش غديني الاشتقاق إلى قذيلي إلى قذيلي صافي سوسع ثارث وكذا. واللي غنديت مثلا الألفاظ أقل من المعاني، لذلك في مجال الشعر يقول لك أجمل الشعر ما لم يكتب. الإنسان يعجز عن البيان. والنحت يعني أنواع لسان العرب، لسان العرب اللي هو من المراجع الكبرى في القواميس القرآن شحال يدبي 80,000 مادة أسرة لغوية، 80,000 مادة أسرة لغوية ذي لسان العرب. النحت أثنى السلامة النحت أدي نظر البسملة المراد بها قولنا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. لذلك المصنفينات مسألة الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا. خطر ما رد نظر الإنسان ناطق، ناطق نطق ناطق اسم فاعل، علم علم عالم عليم علامة. الاشتقاق تجي شرب 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 شارب قعد قعود قاعد جلس جلوس جالس إلى آخره. ولكن هذه حقائق بعدين فني جالس نغ واقف نغ شارب نغ ناطق إذن ناطق تقيه مثلي. ولكن في كوال نستخدم ذلك في المجاز. إخنا هضرت فيما سبق بينا تحدثنا عن الحقيقة والمجاز. والمجاز ممكن مدينا مثلا الشاعر البحتوري وكي من كبار الشعراء إند أتاك الربيع يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. ثفسوث تسمس لا يرى ثفسوث تسمس لا يرى ولكن مجازا ثفسوث الدساسي جينس كذا كذا أتاك الربيع يختال ضاحي خطرين سد الفسيلهان وكذا يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. والشاعر كان دقيق المدينة كاد أن يتكلم نغتيك والشتواهني الرعذانية تسمسلاي الرعذانية ولكن ذاك المجاز فكاد الرعد الصوتني نطق يليق بها وغيرها ويناسبها. بعد النات لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. ذكرنا حينما تحدثنا عن الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير نشرح جديد مقدمة اللقاء بس ند الاشتقاق الصغير يكون مناسبة في المعنى توافق في المعنى ومناسبة في الحروف الأصلية مع الترتيب. ذاقي المصنف وديف ذرة الترتيب. إذن الاشتقاق الصغير يكون فيه التوافق في المعنى وفي الحروف الأصلية الكلمة للمادة الأصلية والترتيب علم علم عالم إلى. ولكن الاشتقاق الكبير ندالة نفكاد المثال جبر جبر ورجب إلى غير ذلك. ثورة ذا شو دينا نسى المصنف إناد لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية حتى نفهميه.
وبعدين ولا بد من تغيير، بمعنى في التركيب والصياغه لازم يكون تغيير، شيء طبيعي. بعدين نطق ناطق الى التغيير لا شك، وقد يكون التغيير حتى بالحركات. على بكم يتعرف مثلا لو كتبدل الحركه دي بدل المعنى. ني غوند الساقي صدقوني فغان تداوي يعني، ولكن يضيق الوقت. ثانيا كثر ختنت وفي 20 مترا تكتبين الى قتولي، يعني تنسر السيهن المدي 20 مترا. ايوا غوند نماذج كتابه مزور السيباويه وكي قطب من اقطاب لغه العرب وكي سيباويه. ابن جني من اقوى الكتب زي تنتقارن زي سمي قرز في قرز الدونيث في كذا كي تقارن ثورة ولا شاو ميم با ديال المنام خصائص كي جزء فقط ودنوال راه تكتبين كي في المستقبل خصائص لابن جني الا كتاب ذا مشطوح ولكن خلاصة اكثر من 50 كتاب اسمس اثر الضبط في تغير المعنى. مثلا مديني جنة 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 كيف شايفها المادة هي اشوف بدل الضمة الفتحة ذاك ما رديني جنة بالضمة جنة معناها وقاية. النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وقاية جنة إما رادي نض جنة يعني سترة ظلمة غادي نض جنة الليل ولزم غادي نض جنة الليل خاطئ إلا غادي نض جنة الليل جنة الليل الشاعرينات إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق. جن الليل ميدي غلي طلام أدي مشي غريفان أدي مشي حبيبان أدي مشي غادي يموتان جن الليل ستر. لذلك جاءت كلمة جنين جنين أي غرسمان جنين يلو فان ثعبوت الناس خطر مستور لا يرى زمات ولد بالعين المجردة جنين مرض نض جنة الجنة أترزق ربي ثلث سوالي يرى ميذي ناس الوالي مين يوض إن شاء الله نوضك بخير وعلى خير اسمس جنة إفريت ربي فينا ثورة إفريت إصريت صافي جنة الليل جنين جنة جنة صدمة ننات وقاية وزمد يضغ جنة من الجنون يغرم جنون اتصل معني جنة 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 إلى آخره صافي ثقيوك اسم أثر الضبط في تغير المعنى ذي الحركة كان يفد لنا الضمة الكسرة الفتحة أتفدل كان كما فعل قطرب سنتحدث عنه ربما اليوم أو في لقاء آخر وقد من عمالقة اللغة العربية والشعراء نمقران نزيه هم المرجح هم لا ريفير ونصدام قرن ثني ثني خطر السن انت عارف مليح أم كيثور ثقبيلي ثقبيلي تيتس مسلاين ذو قاذني بذرار تذرين طفن كان ثقبيلي مما يخضيت ياك تقول تشكشوكا وثبان تعرف وثبان تقبيلي وثبان تروميث انك لا صابل صح لا ماشي صح صافي في كوال لا تيرمينولوجي المصطلحات امسلين النصحان اندر اثناف اثناف روكاد يتمسلي كان تقبيلي واحد خطر لو كان يسين اللغه الثياب يا سنتي سيول المهم دي سول المعنى مفهوم اكين يا الحرس طوموبيل ديرابيغ الفوسي في النقلاب طوموبيل
وسند لي بومبي بوني غير السبيطار خدمني السيروم شنو كي هذاك بون مسفهام ولكن الله ينوب ذي تعرف ما ردي نض الوضوء صدمة نغادي نض الوضوء سلفتها مخلف ما دين أمانكي صلحني اللوضو وقي سميس وضو سلواو سلفتحة وضو بفتح الواو إما رد ينض وضو معناه ذو الوضو مثلا ذو الوضو يتعرف أخيني ناولني الوضو المعنى يسيش قرغوي داماني صلحن الوضوء وتسوي لنا أمان يخرضن دو يفكي يا أخي نهضرت فيما سبق ند الماء الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة باش يصلح للعادة والعبادة من لو كانت تخلط ضيف كينا ثامنت زمت الصوض نورمال سير دو ذميك نورمال سير الأحوال نورمال فكي ثي التجارة نورمال فكي العادة اسكو جزني الوضوء خاطي خطر يفدل الصفينس إما لا كولور إما الذوقينس إما 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 صافي ما ردي وضو ذا من يصلحني الوضو ما ردي وضو بالضمة بضم الواو المعنيس ذا العملية لوبيراسيون العملية ني ما تاخذ الوضو وكياك يناقشه هذا الكتاب اسمس أثر الضبط في تغير المعنى في اللغة العربية إلى كتاب اسمس الفروق اللغوية تقدموا الغرس من بعد تقوين النظم ذي الشوال وياض إناد ولا بد من تغيير طبعا لابد أن يكون تغيير تغيير ذي الحركات وتغيير ذي إما بالزيادان أو بالنقصان أم بعدين هو قد يطارد كاسم الفاعل اسم الفاعل دائما يكون مطاردا مطاردا بالضرورة كي تقول نطق نطق ناطق أدين علم علم عالم عالم ذاكي مضطرد ولكن احيانا ذاكي الاشتقاق ذي اسم الفاعل يكون مضطرد بهذه الصياغه على وزن فاعل ولكن ذي الا وندا خاطئ وثقي نادره اشدنا المصنف وقد يختص يختص كالقاروره طيب ذا شو اسم القاروره تقرعت من القرار مرد نظا الماء أمان لن دخل قرعت خطر استقر الماء داخل القرعة دخل قرعت ذيني مسمان القارورة ذاك الاشتقاق نورش الاشتقاق إلى الاشتقاق يسد من القرار ذين يسمون القارورة زجاجة ولكن ما تشي سوى ثقراتك جمعنا مان إيه الحضبة مان أمذون ولا ذمذون يجمع مان هل ترى يجوز الدين أمذون السميض قارورة لا يمكن ذاكي فاغديني باللي وقد يختص يعني أحيانا الاشتقاق يكون خاصا لا مضطردا كاسم الفاعل كما ذكر قبل حين إفكار دين كالقارورة كيف أداة تشبيه وذاكي في ذاكي ذي المفاتيح سيدي كلي يروكم دني 20 متر أنت كتابين خطر إلا قد تغضر سيباويه أكي تدي فكياك أتغلظ ابن جني تدي فكياك أتغلظ معاجم اللغة العربية مثلاً أما اللسان العرب أما معجم العين في هذه المعاجم المختلفة نتاع الخليل بن أحمد الفراهيدي أكن تدي فكياك لذلك لابد إلى قبل ما يوضع الرسنت ذاك نتسيف كدي في الحاجة باسكو ماشي كتاب اللغة هو كتاب أصول وأن الأصوليون هم فلاسفة اللغة أكيس نسمان لفيلوزوف من اللغة ذو الأصوليين خطر يونس ماذي غير الموديولاج الأصولي قد يسين اللغة
ذي المسمان فلاسفة اللغة. وذاكي تاج الدين السبكي رحمه الله إفكا يا غد أندل الاضطراد أندل الاختصاص ذاكي إنك وقد يختص كالقارورة. ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة. إذا غش قاعد ديون مساج اختلاف. طيب ما ردي نظ مثلا فلان قائم بمعناه يفد معناه هناك وصف أد وصف ضيون قائم باسكو يفد مما إلا قيمة قاعد وتقدر جالسة أي خط الفرق بين الجلوس والقعود دين قاعد إلا يفد قائم ضده قاعد أكا. إذن ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم إلى قل وصفه يتحقق خلافا للمعتزلة. خط المعتزلة عن الشد الأمر شوي العقيدين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات في مسألة خطيرة جدا تحتاج إلى عن الشد العقيدة الأسماء والصفات رب سبحانه عز وجل المعتزلة إلا وندا شظن إلا وندا شظن نفوا أو يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات عن الله عز وجل هذا أمر لا يليق. رب سبحانه يسعى أسماء حسنى يسعى صفات حليا. نقولوا عالم ربي عليم ليس كذلك من أسمائه هذا ولكن عنده صفة العلم العلم المطلق العلم من ربي سبحانه مطلق ورسالة ليس علم البشر من الإنسان العالم ولكن علمه محدود بصره محدود عقله محدود قدرته محدودة نسعك القدرة لكن من لا نسعى القدرة ولكن قدرتنا محدودة ليس كذلك. لذلك علماء العقيدة يقول لي لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام علينا نصف لنا ربك وصفيت خطر ذاكي تجدين السبكي إن يكون الزميرة راناس نسمي أدنفك الاشتقاق نغاد نفك سوى يسع الصفاني يسع الصفاني مباشر. ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم وزماد أسين قائم تقاعد هذا زاتنا غا فد كان فد سمحي الآن قائم أي غرد إنه قائم قام يقوم قياما قائم الآن اسم فاعل قائم قعد شكرا. هل يمكن أن نقول هو قائم وهو جاء لازم مدني قاعد لازم يتغير لازم يتغير وقد غاتفال وقت تصي نقطة يجي لخطر يشمذ المعتزلة يشقعيتي رسالة قوية جدا أرسلها إلينا تاج الدين السبكي لننتبه إلى الخلل الذي وقع فيه المعتزلة بأن أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات عن الله عز وجل. وقعوا في إشكال كبير بعد ذلك وقعوا في إشكال كبير ربما يأتي وقت مناسب باش نشرح هذه المسألة. الإمام علي لنا الصف لنا ربك كان وصف نتاعو إن سبحان ربي أي غردينا سبحان خطر يتحدث عن أمر عظيم سبحان الله ممكن يستقبل سبحان الله يا خاكا سبحان الله سبحان الذي أسرى بعبده مدام أمر عظيم الإسراء والمعراج دايما ربي سبحانه إفذات سبحان سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس يونس ماثيوض لا أثي السريح ولا أثي السامي أثي نالسوفوسيس ولا أثي والي
خاطر ربنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أليس كذلك؟ الجن أخذ سوالين وثن سوالي يرى، بدليل يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن أخذ سوالين وثن سوالي يرى، يا ربي سبحانه أخذ سوالين وثن سوالي يرى. إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس. هذا القصة أنسي ضم قرن شتبو ذرار مشاكل ربي دي خلقنا ذرار أنشتيني خطي خطي، ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء. وكين قراشيني إلا ربي أكين قار بدي نخدميت إلا ربي شغل كنا قراش ربي نساوي ولكن تغذي مسألة أخرى عقدية. خاطر يسال الحيز هل يحويه مكان؟ خاطر ما ديرو يساوي يكونوا كسال صافي ديري ساعه مكان ساعه مكان مقراش ربا قلنا غدايا كان مشكله. ذاك اذا غدا نسيو ذاك الامام مالك اش سينا إمي سينا الرحمن على العرش استوى الايه الناس كيف استوى ربك امشي كسل امشي دمك ديماجيني في الكرسي الناس الرحمن استوى كما أخبر كن دينا وعلى الوجه الذي أراد كن كيف غنسى وبالمعنى الذي قال استواء منزها تنزيه منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. تفرق واحد أدو غلق سيد علي سيد علي الناس سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء أبرين وليس تحته شيء. ولقال المخن غادي تيماجيني صافي ربو ساون كونو كسار مشي كويك ني شحال المسافه لا لا إنك فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ربي الذي بكل مكان يقول ليس كشيء في شيء. ودقرار الكاس دخلوا في سبعة سبعة ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك يكوين ديوسان فهو خلاف ذلك ليماجيناسيون خاطئ. الناس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء يختمس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس أكيد ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان الهام نشرق جعل ربي المؤمنين يوم القيامة في قيك وذفروا انت إن شاء الله ربي يرزق الرؤيا من ربي سبحانه والمؤمنين أثوالين أمش ثقي مسألة أخرى مسألة أخرى ذي العقيدة وقد أضغان طول قد نغل كان سوى النغ بعد المدي خلافا المعتزلة ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح. إبراهيم سيدنا إبراهيم الخليل ذابح إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. واختلافهم هل إسماعيل مذبوح ما دين ذابح ولكن إسماعيل لم يذبح يخرم زلالة ففديناه بذبح عظيم. الشم ذاك أد سعد كان كثيرا سعد الله في تسشوية ذاك خطر موش نطول بزاف. يلا المدينة فإن قام به ما لم ما له اسم وجب الاشتقاق ما له اسم وجب الاشتقاق. أما كدنا عالم من علم كذا غاضب من الغضب وكذا أو ما ليس له اسم كأنواء الروائح كوشين فكيد كان الريحة الريحة يخذ للريحة نسلح الريحة أمشي السمام الريحة انتفصلت اسمس الريحة الريحة انت الشرف اسمس الريحة
الريحان الورد اسم الريحة، الريحان المازوط اسم الريحة، شحال روائح غير ساعة انت اسمه إلا وقس عن اسم نقيم كاين تشبيهات إلا قد وضجوا المركبة إلا الريحة يوم بول ولا عندي غمض الألفاظ، الألفاظ أقل من المعاني هناك عجز هذا عندك عجز هكذا داوي غميان من الريحات سانتك الريحات ولا الخفاف يسعى الريحة في غرفي المسمن لفريد ويسعى لك الريحة سوف يتزيغ اسمه ونسمه هذا نسوس يعرقه أول نقول أنا نخدم التركيب ذي ريحة تيشيرت ذي ريحة اللبصل ذي ريحة نلورد أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح هذا بعدين دول الجمهور طبعا الريحة إنما الريحة باش نسلكي قري النغ نفكد الوصف رائحة زكية طيبة ورائحة كريهة سيئة استقبلي ثل الريحة إلها الريحة ذيريت ذي ذيريت وكثلها نخدم كل صناف الريحة الريحة ثل الريحة إلها نصنفيت إلى لي الريحة ذيريت نصنفيت ثكول الريحة يلهان إلى وان داو تسوق في لارا في الشرف لها مهيدكش ما سيصار جامع ذي هنت لها ذاكي خاطي لفصل هي لها سيدهم هي لو قيش من لفصل مهيد تشض لفصل في الشنظة الجامع خاطي وهكذا طبعا فارش ما يطاف اكتفي والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه ذاكي في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ذاك ثورة بدينا ربي سبحانه تبعا مليح ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا في القرآن الكريم شوف هذا اسم مليح نناد نكون يون زميرس نسمي يون قائم سيو ما يفد لطفي مكفد نسميس قائم إثورة مكقيم قاعد يسكن الزمر سنسمي قائم ونسيقيم خاطئ يا ربي مدينة ولا بشهداء إذا مدعو النورمال نسمي شاهد من الشهادة شهيدة شهادة شاهد لازم نفك الصفة ياكي على الحال أكني قلة ذي الوقت ني صافي شو اللي قصد ربي ذاك الشهود اللي بدي يقصد نورمالمون يسمى بالشاهد حين اداء الشهاده ذي الوقت اني ذي ديفك التيموانياج ذي ناس تيموا يخدم تيموانياج حال اسم التيموانياج مي اي غادي يقرا ولا يفكي اسم الصفه قبل تخدم يفكاس الصفة قبل تخدم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا صافي ديجا ولا شيثنا ربا دي قار وين يكوي لان يزمر دي فك الشهادة غادي ياس اسمي ياسن الشهداء الشهود ذاكي كان باش غادي السيوض يون الأمر إناك حالة تلبس لم نطق بمعنى نطلق الوصف حين التلبس به نتا يفد نسميس قائم يقيم نسميس قاعد كل حاجة في كاس الوصف يون ضاحك يتصلصى بعد يغلي ترو ميقلي ترو نسميس نسمي ضاحك خاطئ يسمي كان صفة لقني مرن أدين باكي أقبل ضاحك قاعد قائم صافي لان العلماء ديننا إن كان نفك الوصف حال التلبس خلافا للقرافي يفكى يفذر ذلك الإمام من أئمة المالكية الإمام القرافي صاحب الذخيرة رحمه الله القرافي ندغاطي شاهد يحضر اسم ضرا خذ من العقد يحضر اسم مخلفا مازال اسم الشاهد أما ذي الوقت أني مرد يفك الشهادة
أما قبل دياوض أما ينكر الشهادة هذه قيمته جوري ساعة صفة مكتسبة خطر الشاهد إلا الشاهد يزرى يحضر ولا ذا قيل الإمام القرافي مع هذا الرأي الدقار الوصف لا يشترط فيه التلبس في الحال وقيل طبعا يموثل 684 الهجرة الإمام القرافي من علماء المالكية وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا وقيل معنا حينما كان قاعدا نسميه قاعد حينما صار قائما لا نسميه قاعدا ذا قبل إجماع ذا قبل مسألة مجمع عليها وصف وجودي يفغل في كد كلمة لغوية قوية الوصف الوجودي يعبر عن الحال ثورة في كيد الحال ثورة لم يسمى بالأول إجماعا زماد في الصفاني قفلس وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات طبعا ما نقدروش نقولوا أن الاشتقاقة تجي خاصة ما كانش إشعار بخصوصية الذات نقولوا فلان نائم نائم إذا ما ذي ذقش شمس تحضر قزم قران سمطوف ذي الحيوان يتصور يطيس مستيقظون يقظون نائم ما كانش بعد يروح مسألة المترادف مسألة الترادف في اللغة العربية فقي ثم سألتك تحوج التصبوال أولا ما معنى كلمة الترادف سمحتي كان وكادين يغفر يوم بوال ما دين يوم القيامة الساعة اسمون إما دين يوم القيامة نغيوم الفصل نغيوم الدين مالك يوم الدين في جوك الأسماء هل ترى إلى الترادف نغولاش هل هناك ترادف نغولاش ترادف تجي مسألة خلافية بين العلماء أول كلمة الترادف المعنى هي التتابع ذي اللغة العربية مدينة ربي تتبعها الرادفة صورة النازعات الآية رقم 7 اصطلاحا ما معنى الترادف معنى اتحاد في المعنى واختلاف في الألفاظ نغ تعدد في الألفاظ وكي معنى الترادف أول من تحدث عن ظاهرة الترادف في اللغة العربية هو صاحب هذا الكتاب اللي هو سيبويه ذنسكو إذا مزوره يهضرت في مسألتك إنه إلا ترادف في اللغة العربية إلا ترادف لا نقاذ العلماء دينا ولاش ترادف في مسألة خلافية الذين أثبتوا الترادف أم زوروا يكذوا سيبوي ويسين ذوا ابن جني صاحب الخصائص قطرب الفيروز أبادي وغيرهم الأصمعي وكذا قيك ناند يلا الترادف في اللغة العربية يعني يوث الكلمة سعى المرادفات سعى المرادفات لن وجد الذين أنكروا الترادف السيسري من قرنص ابن الأنباري دي قالوا ايش الترادف في اللغة العربية كل كلمة تقول في صيغ أدين مثلا الخوف أكذ الخشية خلفنا أدين يوم القيامة أكذ يوم الفصل مخلفاً يوم الفصل معناه يوم الفصل بين الخصوم ذي مش اسمار بي أي غرس اسمه يوم القيامة لطول القيام كل كلمة مكانس وخاصة دي القرآن ابن تيمية شدينا إن الترادف في القرآن نادر أو معدوم يقرأ كتاب أحكمت آياته يقرأ القرآن كل كلمة يقولها تختلف مع الكلمة الأخرى مش دي سينو لذلك هذه مسألة خلاف أنا كمل دي التردد في القرآن الكريم مدينة ربي مثلا في القرآن الكريم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سورة الرعد الآية 21 ذاكين يستخدم الخشية يستخدم الخوف ربنا في ديسين الخوف وكل خشية يناد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
كمل من خوف الله من خشية الله تجد سورة الرعد الآية 21 وبعدين ثلاث آيات ربي سيدنا موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي غرضك يا ربي قال سيدنا موسى لا تخف وذيهن ربنا ويخشون ربهم الجبال لك من خشية الله في العلماء ناد إنما يخشى الله نغلاها إنما يخشى الله من عباده العلماء شوفوا هذا مليح صافي ولاش ترادف الخشية والخوف مخلفا شو الفرق يا رسن الخشية خوف صغير من عظيم ايه الخوف ممكن خوف كبير من صغير يوني تسقوذ في زيزوا ويتسقوذ تسقوذ في زيت أكين تسقوذ في زيت في زيت تسقوذيت وري الزميرة يسلي الصوتيس وري الزميرة ما تقسكني أكلا ماشي أكا وزما دي أخشى في زيت دي تعرفت غلط سورة ما أيغر ابن السبكي قال الصحفة تعرفت دي قارة حذيري ربي سبحانه مديها ظرف يستخدم كلمة الخشية انسى نخشى الله إلى قذا ولا قال نستخدم دليل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا بعدين خاشعا متصدعا من خشية الله ودينار من خوف الله إذن الذرار يخشى الله الله عظيم العلماء يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إما ذي الخوف إنك الخوف قد يكون من كبير يخاف من صغير لذلك رب سبحانه إمي سيدنا موسى وسنارة لا تخشى نجوت من القوم الظالمين الناس لا تخف معقول ماشي معقول لا تخف خطر سي فرعون فرعون بنادم من سام موسى موسى خيريس لذلك رب سنارة لا تخشى من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين الناس لا تخف سي بوا سمكوني ودينا غير زمرة ذي كواذ ميم أكوشمار كاع أكوشمار غادي ترقيك غالا ويقوى في زيت ويقوى ذا كوشمار ويقوى ذا ذي الحويث مقفرث ذقيض كوا تغنوض سيد الحو كان يث مقفرث جامي تسقواذ ويتسقواذ ذي السير ذي الميت و صافي هنا ماشي ذي الخشية ذي الخوف لذلك العلماء قالوا بأن اللفظة القرآنية ولاش ديك الترادف كل كلمة سعى المعنى أثنى بيد الخوف والخشية نمس فهم أدنى وين نظم العمل والفعل ربنا دميم ما عملت أيدينا وقل اعملوا كما في سورة التوبة الآية 105 ولكن ذي الخير وفعلوا الخير ذي الزكاة الناد والذين هم للزكاة فاعلون مفهوم إنك الفرق بين العمل والفعل أشوف إنك العمل من خصائصه الاستمرار من خصائصه التأودة التباطؤ إلى آخر كان ده كل معاني ولكن الفعل لا من خصائصه السرعة من خصائصه المبادرة من خص مدين ربي وفعلوا الخير الخير والتجاري والزكاة خدمي التورا ايه سياد الوالدين ثورة كان ثورة حضرة الجود التجود بعد وفعلوا الخير الزكاة إدنا إن ربي والذين هم للزكاة فاعلون أعجل أعجل السرعة يبذل الوقت سفغيت صافي ذن الفعل والعمل مخلفا ايه البخل والشح يمخلف
البخل شو المعنى يس؟ منعوا إعطاء حق أتفضيون إلى قد ينفق في مولانيس في مطوطيس في الراويس إلى قد ينفق الإنفاق سني عقش والربي الناد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الإنفاق. ولكن الشح لا، الشح ذي النظن، الشح معناه منع الخير. صف مثل ذا مشحاح ورين في عيماني سورين في عوية الشح والبخل مخلفا في غير الطولة. كل كتب انت عرف تضبط هذه الأمور. فمن الكتب اللي هي موجودة هنا كتاب القطف وجي أبي لأبي هلال العسكري الفروق اللغوي، كتاب رائع. كتاب معجم مترادفة الأضداد، يعني أعيد وأكرر كتب اللغة كثيرة. ما إن غمزل كذي المباحث دي الدون المسائل دي الدون، إن شاء الله سنأتي بكتب اللغة شوية شوية إن شاء الله تعالى. نترك هذا الأمر. من بعد النات ثرى أنغال أنغال المتم إنه مسألة فرد ظرف ترادف في اللغة يبود الأقوال العلماء. إنه المترادف واقع يفكر الأول الرأي الأول صد، يعني يفذل سؤالك خطر انتصر له. ابن السبكي تجدين السبكي هو مثل سيبويه مثل ابن جني يرى الترادف في اللغة. الفيروز أبادي يعني كتاب لسان العرب كان يبويغ بثمانيين ألف مادة أسرة لغوية، إذن يؤمن بالترادف. يبويغ الرأي الأول الذي تبناه إنك المترادف واقع يكفى وجمع القول الأول اللي راه موجود عند جماهير العلماء، علماء اللغة وعلماء الأصول. وقد قلت لكم سادتي أن الأصوليين هم فلاسفة اللغة. يفكد رأي نظم خلافا لثعلب، ثعلبجي وإمام الكوفيين من كبار العلماء. ثعلبجي دي قارئ خط ولاش ترادف. وابن فارس أيضا وقذر من كبار العلماء من 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 فقهاء اللغة في قر ولاش ترادف في اللغة. كل كلمة في اللغة العربية أنكروا الترادف وأنكروه أكثر في القرآن، في القرآن الكريم. ونغم تقول ابن تيمية إن الترادف كذا وكذا في القرآن نادر أو معدوم، يطف موقف وسط نادر أو معدوم. خلافا لثعلب بن فارس مطلقا معناه أشقرا مطلقا، لا في اللغة لا في المسائل، لا في المسائل الشرعية أو في الأسماء الشرعية. وقال القول الثاني. إلى القول الثالث للإمام، شكون المقصود الإمام؟ هو الرازي، الإمام الرازي. ند إذا أطلقت كلمة الإمام في كتاب جمع الجوامع تجد الدين السبكي تنصرف إلى الرازي مباشرة، الإمام الرازي. ند وللإمام في الأسماء الشرعية إفغاديني بالأسماء الشرعية ولا شيء ترادف، لا ترادف في الأسماء الشرعية. بدليل مرادين مثلا الدينظ المكروه المباح الحرام المندوب كل كلمة قم كانيس وليش ترادف، أليس كذلك؟ وليش ترادف وزمان تخلط ضياك إلى الخلاف البسيط نقدران ير الجمهور وكذا الأحناف ذكرناه فيما سبق. إذن وش يقول الإمام اللي هو الرازي؟ يقول بالترادف في اللغة لا في الأسماء الشرعية. الأسماء الشرعية بعيدة عن الترادف. مثلا يقرأ كلمة الكفر الشرك النفاق الفسوق يسكت هذا قذيوث خاطئ، المعنى يختلف. هي أسماء شرعية مصطلحات شرعية كل كلمة تقوم كانس، أليس كذلك؟ الكافر المنافق الفاسق إلى آخره المشرك. وإذا غم بعد شمضى الشرك إلى الشرك الأكبر الشرك الأصغر إلا النفاق العملي إلى النفاق العقدي
الشرك العقدي والشرك العملي الخفي إلى آخره. شقر أولو من غرى الإمام الرازي لا يؤمن بالترادف في هذه المصطلحات الشرعية. أم بعد إن دو الحد والمحدود، الحد والمحدود إنك ونحو حسنين بسنين تقدر تقول الألفاظ يعني يتعرف موجودة موجودة مكادين استقبالي الثروي البروي إنسا ما دين ثروي دين أصلا تبروي يمكن لغة العالم سعانت إنك المصطلح الأصلي وين ديوسان فير إنك تابع مقوي كونفيرمي يؤكد فقط ثروي يمكن درنيس تبروي ذي تعرف حسنين بسن هو حسن معنى يطلق هذا وصف يطلق على الشيء الحسن الشيء الجميل بسني نجي أمس بروي غرنا مفهوم إنك غير مترادفين على الأصح الحد والمحدود وكاشين غ الصلاة الصلاة شو معنى الصلاة دي جوال كلمة الصلاة هي من معاني الفاتحة ليس كذلك سورة الفاتحة اسم أم القرآن اسم أم الكتاب اسم الفاتحة فتح الكتاب اسم الكافية اسم الشافية اسم الوافية اسم الصلاة من أسماء الفاتحة الصلاة ولكن صتاقين ظلة هي أقوال وأفعال أتفذو ستكبير وتنتهي بتسليم بقول كان تعريف اشتلاف ولكن هل نؤمن بالترادف في أمر الحد والمحدود كقول الصيام الصيام معناه العزوف عن الإمساك عن المفطرات كذا وكذا من إلى من الفجر إلى غاية الغروب إنك غير مترادفين على الأصح والحق إفادة التابع التقوية ذقوي ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه بعد يغالد هل ترى يجوز ديني الله أكبر إن قارد الظالي يجوز ديني الله أعظم خطر يغر الكلمة تعبدية إلى قد ديني الله أكبر وزما ديني الله كبير الله أعظم زما ديني الله أجل لا لا ولكن خلافا للإمام الإمام الرازي الإمام البيضاوي في كان رأي الإمام الهندي حتى الهندي يجي صفي الدين الهندي ذغب المناسبة صفي الهندي يجي ذهدي وسي الهند سبحان العلماء الهندي مقرن هم وقذا جي وكي قارن ذا شو دنان إذا كان من لغتين إما لكش مدى جديد ورسينار تعرف ورسينار وسينا ديني الله أكبر هذه ديني سلوغايز مؤقتا سيما يحفظ لقاها سلحو سنقرر ما تصليش حتى تقول الله أكبر يا ولدي جات هذه الظال هذه الظال مثل مغارين وقالوا زيك يا ظال مش تيك ولا بيبريك يعني غلا أدين الحمد لله رب العالمين بعد السوسم وشو أدقر ونظرر أخي ظرمك نساء وكثير مغارين ظرمك يا بيبريك ونكون يتحمل المسؤولية خطر صغيرة في مغارين وما مقرر ديني في الآية مثلا دي الحمد لله يا رب العالمين تقرز لا ذي الفقه عند سورة الفاتحة ماشي الشرط يعني تصح الصلاة ولو بغيرها أليس كذلك ما تيسر من القرآن نفي الصحة ونفي الكمال الخلاف الفقه الموجود بين العلماء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل تفيد نفي الكمال أي لا صلاة كاملة نفي الصحة إلى صحة لا صلاة صحيحة مفهوم تحياتك وصل كلمة تحياته تحية لله بعد السوسم أشهد قار الله أعلم طبعا نتحمل المسؤولية باش أنظر باللي وقاذني الله غالب في الدونيث ورغرينا را سبا الله غالب نسعى الدور إلى قتل أسنمل وثنص فغاديني ذي الخاتمة الهندية صفي الدين يعني من كبار العلماء المتوفى سنة 715
هو من كبار العلماء إنك ولكن السعي في الحاجة عجيبة. أسوأ شخص في الخط هنسى ما ريكتف الخطيس ورز ما يتغرض حتى إنك هو تلم خطه سيء هو لا يستطيع أن يقرأ ما كتب. الشيخ صغارين زران الحيفاي أتكوري جاد لي كوبي فيك ولا قد داوي غرشني ذني ثنك دي غران خطو زما تغرض شو كتبن صح الخطس يعوج صفي الدينكي إذا غنسى كيف كيف إنك تعاير ياكل علماء مي بغانا نصنف سي كتب كان فيك واسيني غرضا شو تكتب سينا هيدي غار الميون واسي روح يروح للسوق سوق الوراقين سقارا زيكتي وراقين ماشي مثل كذا قلنا وكذا يولا يون الخط سيء جدا يولا ثريون إناس فيغا ثغفلاش اسمي حرص فلاس يزنزيت غلاي فورقتني ويت إناس مقراك وين دينان الخطك ديري ثسينيغ ها إلا الخط ديري ثخيري يوغد ثورقتني يبص خميس نذي يفازي تصور قتين سنت تقديم يغدين يكتب نسا جاون ثلوي ثلاثي مليث والسلام عليكم ورحمة الله.